يا جماعة أنا جايلكم واقع في مشكلة وبستغيث بيكم عشان أنا مش عارف أتصرف. أنا دلوقتي من فترة ما كنتش ببقى قاعد في البيت كتير، بس لما كنت ببقى قاعد في البيت كنت بولع التكييف عشان خاطر الجو حر، وأنا ما بعرفش أقعد في الحر خالص. لو مجبر أقعد في الحر بروح داخل واخد دش وأخرج أقعد من غير هدوم وأنا مبلول كده عشان أحس إن الدنيا جميلة، عشان أنا عامل زي الكتاكيت بموت في الحر. المهم أمي جت قالت لي محمود ما تشغلش التكييف كتير عشان خاطر التكييف بيسحب كهرباء. قلت لها هيسحب كام يعني، يا ما تقعديش تتعبيني. قالت لي هيسحب كهرباء يا محمود، يا محمود انت بتخرج من الاوضه وتسيبه مفتوح، يا محمود انت بتنام وتسيبه والع، يا محمود. قلت لها بقول لك ايه، واتخانقنا خناقه كبيره وعملنا حوار كبير. قلت ايه هتوجع دماغي على ايه يعني، التكييف مهما عمل هيجيب ايه يعني 400 جنيه 500 جنيه، يوم ما هكون مثلا بحط بقي في الخرطوم اشرب من ميه التكييف هيجيب كام مثلا 600 جنيه، لو بينزل تلج سليم زي ما هو مثلا زي مدينه التلج اللي في مول مصر 700 جنيه. قلت عادي 700 جنيه والدنيا جميله وهدفعهم ان شاء الله والدنيا تبقى حلوه. دلوقتي المفروض ان امي واخواتي في مصيف وانا قاعد في امان الله، جرس الباب رن بتاع الكهرباء، فبقول له كام، راح جايب لي الواسطه يا جماعه مش عارف طبعا مش هتشوفوه عشان مقلوب. المهم يعني ان الواسطه 1700 جنيه، فاتوره الكهرباء 1700 جنيه. انا ما اعرفش التكييف بينزل ميه زمزم، انا ادفع 1700 جنيه في كهرباء يا سياده الرئيس؟ انا مبطل اتكلم في السياسه، انا مش عايز اعمل زي حد واسافر بره واقعد اتكلم، بس 1700 جنيه ليه؟ طب خلاص 1700 جنيه وانتوا انتوا مش غلطانين، انا وسخ، انا والله العظيم وسخ ان انا ولعت التكييف وكنت بسيبه وانام والكلام ده، انا معترف بده. اعمل ايه مع امي؟ امي قسما بالله هترجع تفشخني والله. انا لو ابويا الله يرحمه عايش وخايف منه وخايف اوريله نتيجه الثانويه العامه كده مش هبقى خايف كده. امي لو عرفت ان الكهرباء جايه 1700 جنيه ممكن يحصل لها حاجه. امي اخر معلوماتها عن الكهرباء، اخر افكارها عن الكهرباء 70 جنيه 150 جنيه لما بتفتح الديب فريزر، 200 جنيه لما بيبقى عندنا اخواتي وعيالهم ومبيتين عندنا 3 4 ايام بيولعوا التلفزيون. امي الرقم ده صعب عليها وما يحصل لها حاجه. طب اعمل لها ايه عشان تدفعهم؟ انا كده مش عارف ادفعهم، اعمل لها ايه عشان تدفعهم؟ اروق لها الشقه؟ طيب اروق لها الشقه، اشيل السجاجيد، اشيل السجاجيد وامسح، انضف لها المروحه المتحنطه دي اللي بقى لها من ثالثه اعدادي هي ما نضفتش المروحه، انضفها لها؟ طب ممكن تفرح. انزل الشفاط بتاع المطبخ وانضفه، اعمل ايه؟ طب اعمل لها ايه؟ هغسل المواعين وهعمل، بس اعمل ايه تاني؟ امي قسما بالله يا جدعان ما عارف اجيبها لها ازاي. 1700 جنيه كهربا، انا لو كنت كل يوم بالليل باخد سلكتين احطهم في ظهري واعمل المساج لنفسي مش هاخد 1700 جنيه كهرباء. 1700 جنيه كتير يا سيادة الريس، احنا شقة اوضتين وصالة ومطبخ وحمام، 1700 جنيه كتير ليه؟ قسما بالله انا ما عارف ليه كل ده، عشان شوية هوا ساقع، عشان اعرف انام، عشان عبد الله يعرف ينام ويصحى تاني يوم يشوف اللي وراه، مش هولعه تاني، هبيع، انا هبيع التكييف، بس فاتورة الشهر ده هدفعها هدفعها منين؟ ردوا عليا هدفعها منين؟ امي هقول لها ازاي؟ انا هقول لامي ازاي؟ انا هقول لامي ازاي؟ انا هجيبها لامي ازاي؟ انا الوصف ده اقطعه ولا اعمل فيه؟ طب ولا اقول ولا اهرب ولا ايه؟ اسيب البيت؟ اسيب البيت واسيبها هي تتفاجئ وبتاع الكهرباء يجي لها يقول لها ابني خد الكعب؟ اقول لها يا ماما والله العظيم فكرته كعب جزمه رحت حاطه في الجزمه. طب هعمل ايه؟ ما انا مش عارف اعمل ايه؟ والله العظيم ما عارف اتصرف، بيتي اتخرب، اقسم بالله بيتي اتخرب.